السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والعافية والبركة. اليوم عندي تصفيات 3 موديلات أحذية درجة أولى باعوا. هذا الموديل الأول، طبعا كله نفس السعر، $3.75، كله جودة عالية وماركات. هذا ماركة اللي هي مكتوب اسمه هنا رجالي، تمام؟ هذه ماركة $3.75 رجالي، 39 إلى 44. عندك هذا الموديل، باقي عندي 70 زوج فقط، تمام؟ عندك هذا الموديل، باقي عندي ما أعرف يمكن كارتوني الكارتون ب30 زوج، أيضا $3.75، أيضا جلد. هذا كان ماركة، هذا لا مو ماركة، يعني لا اسم ولا شيء هيك، عرفت شلون؟ بس الجودة مالته كلها توب رجالي، وبضاعة كلش حلوة. شوفوها، هذا نفس الشيء $3.75، جودة عالية، جلد. شوف أي شيء يدخل بيه عد الجلد شوية غالي صار عندنا، عرفت شلون؟ هذا نفس الشيء، روعة. هذا نفس الشيء، هذا كله جلد، الجلد كله $3.75 رجالي، كله رجالي. هذا البضاعة كلها كود واحد، لكن أنت ممكن تختار أي موديل يعجبك، ماكو مشكل. أي موديل يعجبك ماكو مشكل، وأي كمية اليوم، أي كمية تأخذ، لأن أنا عندي أرد أصفيهن كم كارتون، يعني حتى لو 10 أزواج ماكو مشكلة، عرفت شلون؟ اللي يأخذ كارتون ممكن يقول لي انطيني من هذا كارتون عادي 30 زوج أنطيك، بس اللي يريد 10 أزواج أو 20 لا أنطيب كيفي، فهمت شلون؟ لأن التجهيز يأخذ من عندنا وقت، والوقت ثمين هنا بالصين. $3.75، راح أبديلكم من جديد. الموديل الأول تين شو تيجا هلا، الموديل الأول، الموديل الثاني، العفو، الموديل الأول نفسه بس هذا لون ثاني، يعني الموديل بيلونين، قسم باقي 70، قسم 60 زوج، قسم كذا، كله $3.75. اللي يأخذ كارتون أنا جهزة كارتون، ممكن يختار موديلات عادي، يعني هذا اللون هذا اللون هذا اللون، يبلغ المكاتب. أما اللي يأخذ شو اسمه، اللي يأخذ أقل من كارتون، كارتون ب30 زوج، اللي يأخذ أقل من كارتون لا أنا أنطي عشوائي. $3.75، كلها جودة عالية، شوفوها كلها جودة عالية وكلها بعلب. ننتقل للشروة اللي بعدها، انتظروني راح انزل في شيء مختلف.